عندوش ميكروفون؟ امال ايه؟ عطلان؟ أمن القاعة، أمن القاعة، كيف يتواصل التأمين مع المحكمة بهذا الشكل، هذه الصورة، هذا الشكل؟ ما ينفعش الكلام ده، ما ينفعش. هستبين أثناء الصورة أثناء النداء على المتهم محمد نصر العياط أن مكبر الصوت الذي بقفص الاتهام لا يعمل، ومن ثم تعثر التواصل بين المتهمين والمحكمة. لذلك قررت المحكمة التأكيد لجلسة 10/10/2018 الصباحية للقرار السابق مع استمرار حبس المتهمين. رفعت الجلسة.